القراءة الصباحية من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا، الفصل 16 من الآية 1 حتى 33، الفصل كامل. قد كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا، فإنهم سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم عبادة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني، لكني كلمتكم بهذا حتى إذا شاءت الساعة تذكرون أني قلته لكم، ولم أقله لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فإني ذاهب إلى الذي أرسلني، وما من أحد منكم يسألني أين تذهب، ولكن لأني قلت لكم هذا ملأ الحزن قلوبكم. إلا أني أقول لكم الحق، إن خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن مضيت أرسلته إليكم. ومتى أجى ذاك يفكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة. أما على الخطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى أبي ولا تروني بعد، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي كلاما أيضا كثيرا أقوله لكم، ولكنكم لا تطيقون حمله الآن. ولكن متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما يأتي. هو ممجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب فهو لي، ومن أجل هذا لك قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويخبركم. عما قليل ترونني وعما قليل لا ترونني، لأني منطلق إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هذا الذي يقول لنا عما قليل لا ترونني وعما قليل أيضا ترونني وأني منطلق إلى الآب؟ وقالوا: ما معنى هذا قوله عما قليل؟ ما ندري ماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم: أفي هذا تتباحثون؟ إني قلت عما قليل لا ترونني وعما قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح وأنتم تحزنون، ولكن حزنكم يؤول إلى فرح. المرأة حين تلد تحزن لأن ساعتها قد أتت، لكنها متى ولدت الطفلة لا تعود تذكر شدتها لفرحها بأن إنسانا قد ولد في العالم. وأنتم الآن محزونون، لكني سأراكم أيضا فيفرح قلبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألوني شيئا. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما تطلبون من الآب باسمي يعطيكم إياه. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا لكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكنها تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، فإن الآب هو يحبكم، ولأنكم أحببتموني وأمنتم بأني من الله خرجت. قد خرجت من الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب. فقال له تلاميذه: ها إنك تتكلم الآن علانية ولا تقول مثلا ما. الآن علمنا أنك عالم بكل شيء ولست بمحتاج أن يسألك أحد، بهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: الآن تؤمنون؟ ها إنها تأتي ساعة قد أتت تتفرقون فيها كل واحد منكم إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب هو معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. إنكم في العالم ستكونون في ضيق، ولكن ثقوا إني قد غلبت العالم. والتسبيح لله دائماً.